جيك رامي يا غافل. الو اهلا وسهلا مدام، هذايا النمر نتاع الشوفر و شوفها دي سيدة ذي شوفها جباهي برشا. والله انا معناها في الحقيقة يعني في طيار المحبة حبينا ناخذ دي شوفاج، معناها كالاحزاب نتاعنا فهمت ماك، تعرف البرد جا وكذا، حبيت لو كان ناخذ كوانتيتي كبيرة يعني وتعملوا لنا سو. شكون سمحني معايا؟ معاك الهاشمي الحامدي عن طيار المحبة. لا قعد معايا دقيقة، لحظة سمحني نعطيك. شكون سي نبيل؟ سي نبيل وي. ايوه اهلا وسهلا. مرحبا. هلا سي نبيل معايا؟ اي نعم. انتوما عندكم لي شوفاج هكا ولا لا؟ لا لا. مالا شنيا من عطوني نمركم، قالوا لي عنده لي شوفاج وشوفر وكذا. ما عندناش شوفاج، بطلناه. بطلتوه؟ ليش؟ انا نحب في طيار المحبه ناخذ شوفاج للحزاب تاع الكل يعني، تعملوا لي سوق. بطلناه ولا نخدم مرمى، بطلناه، خليتونا انتوما في شوفاج، خليتوها شوفاج شي البلاد انتوما تاع المحبه. والله عندك حق، على رايك النائب المره فاتت قالت ما عادش تشري ودا شوفاج وكليماتيزور من برا وسشوارات. ولا يا اخي فما يتصنع في تونس هو؟ هذاك علاش انا خايف، انا قلت ناخذ من توا ونخبي على مياتي. ولا لا فهمتكش معناها، ما فهمتكش، انا عايش في لندن عندي برشا على لغه التوانسه، فسر لي فسر لي يا اخي. قعد في لندن غاديك، اش مدخلك فينا واش مدخلك في التوانسه انت؟ شكونك انت بالضبط؟ انا الهاشمي الحامدي، عرفتني ولا لا؟ لا لا ما نعرفكش. كيف ما عرفتنيش؟ سمعتني وقت اللي نغني لا اله الا الله؟ سمعتني ولا لا؟ عليه ما عندي ما نسمع انا. كيفك انت؟ باهي باهي يا خويا، شوف اسمعني، لازم نتفاهموا باش تجيبوا لنا شوفاج توانسه. كيفاش قلتي؟ فما شكون يصنع ذا شوفاج توانسه ولا كليماتيزورات توانسه؟ خاطر قالوا ما عادش يستوردوه من برا، انا حبيت نشوف كيفاش العمليه تتم، معناها فما صنع محلي في الامور هذه. ما فماش. باهي بالنسبه بالنسبه للسشوار مش مشكله، انا شعري خفيف معناها ما عادش نستحق. اما زاد الشعب الزوالي كفايه يشيح شعره، فسر لي فما شكون يصنع سشوارات في تونس ولا؟ نعم سشوارات. اي سشوارات، مش سشوار هذاك اللي في اللي يبدا في البركون، لا سشوار اللي يشيحوا به الشعر، فهمت؟ اي يا اخي فسر لي انا كيفاه معناها باش نعمل. انا في لندن يعني عندي معناها ذاك الشوفاج يعني السنترال، فهمت؟ سنترال شوفيجس يعني، فهمت؟ انا في تونس باش نعمل؟ مرمى عامل عامل شويه حطب شويه حطب ودخل من الدار سخن بيه شويه حطب، باهي تبيع ولا حطب ولا؟ اي نقطع لك حطب، وعندنا واحد هنا في الحومه عامل مرسومه يقوم عنده الحطب. باهي برشا، باهي تعطيني رقمه لو تسمح يعني. اعطيه نمره لاخرك المدور، قال لك عنده يحب شي شويه حمص. اعطيه. باهي يا سي نبيل، يا سي نبيل لو تسمح، باهي نقول لك ما لا حاجه مهمه وبرا على روحك يعني. احكي فهمت. يجيك رامي يا غافل. اهلا مرحبا بكم.